يومية الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني، صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكثير. موضوع الأسبوع. في الحقيقة ماشي كافي الإنسان يعرف شحال من تراكتور خاصه في البلاد اللي عنده، واش من نوع خاصه يشري، واش بالروايد ولا بالسنسلة، والحساب ديال الفلاحات والزراعات اللي غادي يديرو ما فيهش شي فايدة إلا ما كملش حسابه باش يوصل يجاوب على السؤال شحال الجهد ديال التراكتور ناخد. وهنا لازمنا نقولوا واحد الحقيقة ملموسة في عدات محلات وعدات بلدان، وهي أن التراكتور الصغير هو اللي تيدير الخدمة بأقل ثمن ممكن، لأنه ما تيضيعش فيه الجهد ولا الطاقة بلا فايدة. لهذا خاص الإنسان يبعد كل ما لقى من هذاك الكبر بلا قياس ديال التراكتور إلا ما كانش لازم منه. على هذا الشيء مرة أخرى خاصنا نرجعوا للحساب ديال الزراعات والفلاحات والمساحات اللي غادي نديرهم فيهم، باش نشوفوا شحال خاص التراكتور ديالنا تكون عنده من قوة ومن جهد باش يكفينا. وهكذا يمكننا نعتبره مثلا بأنه لازم لكل هكتار في المعدل 800 ساعة لكل عود. وهكذا إلا عندنا 40 هكتار مثلا، غادي خصنا 40 مضروبة في 800 هي 32,000 ساعة لكل عود. وإلا كان الوقت عندنا في البلاد والجهة اللي احنا فيها تيخلينا نخدمه مثلا 115 النهار وقت الخدمة والشدة، و8 ديال السوايع في النهار، غادي نقسمه 32,000 على 115 هي 280، ونقسمه هكذا لك على 8 ديال السوايع في النهار هي 35 ديال الخيل. هاد الشيء تيعني أننا بالتراكتور ديال 35 ديال الخيل غادي يمكننا نخدمو 40 كتار ديالنا في ظرف 115 نهار إلا خدمناه 8 ديال السوايع في النهار في المعدل. وهذا راه ما هو إلا مثال ديال حساب ما بين الحسابات الكثيرة اللي يمكننا نفكرو فيها وقت الشراء ديال التراكتور. ملاحظة اليوم. اليوم حاولنا نجاوبوا على سؤال اخر مهم بزاف وقت الشراء ديال التراكتور، وهو شحال ديال الجهد خاص يكون عنده على حساب البلاد اللي عندنا. واعطينا هذاك المثال اللي مبني على شحال من ساعه لكل عود ولكل كتار خاص. لكن ما فيها باس نعرفوا بانه كاينه طريقه سهله من هذيك اللي خدمناها، وهي اللي تتقول بان لكل 10 ديال الكتارات خاص تقريبا ما بين 6 حتى 8 ديال الخيل. اذا الى عندنا البلاد ديالنا فيها 60 كتار، غادي نلقاو ان التراكتور اللي خاصنا ناخذوه خاص تكون فيه قوه ديال 40-45 خيل تقريبا. وهذه حتى هي طريقه تتقرب شويه من الشيء اللي مطلوب من التراكتور في ارض تتفلح مزيان وتوصل لها ما يكفيها من الماء ديال الشتاء الا كانت على البور. اما النص الثاني من يوميتنا نتلاقاو فيه من هنا نص ساعه ان شاء الله.